اعتبر السلامة توفيق وبعد كرة ممتازة غرابة ملكية الحصان بارك الليل ارتمان التوفيق في هذا الشوط بارك الليل على المسافة الطويلة حاصل على مرتبة ثانية وحاصل على مرتبة أولى على نفس المسافة نتمنى التوفيق لبارك الليل معتز غرابة وأمير المجالي اللون الأزرق عبد الجليل موسى القادم من استبلاط آل خطاب موسى حمايل نتمنى التوفيق أمير المجالي على كل المسافات نتمنى العودة الموفقة هو توباسكو مع الخيال الكبير العميد ياسر الجبل باللون الأحمر جاهز لبوابات الانطلاق لمايك مجد حسون من قدس وتدريب أحمد زغلول نتمنى التوفيق توباسكو الخيال الصاعد والواعد صالح الرفات تعليقات النهائية لخوض المعركة ركب البطل الصعيدي نتمنى التوفيق للصعيدي من بلد بودا ابو خالد صالح غرفات الصعيدي ما شاء الله تبارك الله ممتاز غرابة والخيال المدرسة سالم العقدي يعتني سهو اكثر بارك الليل بالبلدية الجديدة ممتاز غرابة حاصل على مرتبة أولى ومرتبة ثانية على نفس المسافة نتمنى العودة الموفقة بارك الليل ابن دانتم ابن الريان والان بركات ميرابيل بارك الليل تمراوي تفعل فاتو مونيل والام هدى الخيال الجاري بركات اللون الكحلي ذاهب لعملية الاحماء اتمنى السلامة والتوفيق الناس الصخرة الولاد بن أبو الحمزة والخيال وعاطف أحمد أبو جبل صاحب الانتصارات الكبيرة وصاحب البطولات في ميادين سباقات الخيول العربية الأصيلة كل احترام وكل تقدير أبو عاطف على سهرة الناس الصخرة حصل على انطلاق أبو عاطف خلال لحظات وثواني معدودة تنطلق الخيول العربية الأصيلة المسافة الطويلة انطلق للخيول العربية الأصيلة على بركة الله تعالى بانطلاقة واندفاع قوية لمسافة 1400 متر هنا في ميدان الشهيد ياسر عرفات اندفاع قوية للكواسر والجوارح ما شاء الله تبارك الله بارك الليل مكتوب الصعيدي ثمراوي توباسكو أمير مجالي بارك الليل غزال النفوس جماس الصخرة يحاول بكل قوه وطمراوي ابن الفعل فانتو مونيل مع نزار غرفات يترقب ويحاول من الخلف ترقب وترصد من البطل طمراوي ابن الفانتو مونيل وامير مجالي من الداخل يدخل الان بكل قوه للمنعطف الثاني ودخول جميل للصعيدي شوف ولاعب الصعيدي مع الخيال وسال غرفات من الخلف يخلص المسافه نحو المرتبه الثانيه وطمراوي ما شاء الله تبارك الله وبارك الليل يدفع للرياض اللهم بركات ميرابيل ما زال يتزعم كوكبة الخيول تمراوي يحاول تمراوي والصعيدي للاندفاع تمراوي والصعيدي في الاندفاع ما شاء الله تبارك الله تمراوي والصعيدي في الاندفاع وبارك الليل صعيدي الاخير نار 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 شوفوا شوفوا التنافس الكبير بارك الليل بارك الليل ينتشر على الرياض ما شاء الله وفزال
مبروك الصعيدي بكل جدارة واستحقاق في المرتبة الثانية صالح غرفات. انطلاقة قوية كانت في المنعطف الأخير صعيدي. مبروك أيضا لغزالة نفوذ نور غدير على التتويج. الوكيل الجديد معتز غرابة تستاهل والله يا معتز إنجاز كبير منذ الأمتار الأولى وحتى النفس الأخير يتربع على شوط الكبار. بارك الليل ابن بركات ميرابيل والأب الريان مبروك. الصعيدي مع الخيال الصغير وفعل كبير يتألق صالح غرفات. اندفاع قوية كانت في المنعطف الأخير صعيدي مبروك للبطل مبروك وعشيرة الغرفات مبروك صالح غرفات الصعيدي بكل جدارة وكل استحقاق في المرتبة الثانية. غزال النفوس مرتبة ثالثة مبروك جنوب غريب. مبروك يا صعيدي مبروك. يا ناس الهدفين الخيل صوت الفئة الأولى.